عودة على 10 الصبح بالأهلي، أهلا بكل حضراتكم من جديد. إحنا في الفقرة دي منورانا ومشرفانا ضيفة من الصنف اللي يفرح ويشرف ويطمن، يطمننا على اللي جاي. ضيفتنا لعبة مميزة جدا ورغم صغر سنها لكن هي قدرت بالفعل إن هي تتأهل للأولمبياد في الخماسي الحديث. هنتكلم معها عن مشاركاتها العالمية والتواجد دايما على منصات التتويج وفوزها الأخير من يومين تحديدا ببطولة إفريقيا. نرحب مع كل حضراتكم بضيفتنا ملك إسماعيل، بطلة إفريقيا في الخماسي الحديث والمتأهلة للأولمبياد. صباح الفل ومليون مبروك على الإنجازات الجميلة دي. ميرسي، الله يبارك في حضرتك. نورانا يا ملك، صباح الفل عليك. كلمينا بقى، يمكن عملتي إنجاز كبير جدا بالنسبة لنا، فكرة إن أنت حصلتي على الميدالية الذهبية وتأهلتي لأولمبياد باريس 2024، يعني كلمينا أكتر عن البطولة دي وتحديدا استعديتي ليها إزاي؟ هي البطولة دي احنا عارفين ان هي طبعا في الوقت ده من بدري جدا، وكان في بطولة العالم للكبار في انجلترا كان قبليها على طول. احنا رجعنا كان بالظبط يوم، وبعد كده اليوم اللي بعديها البطولة. كنا كلنا طبعا عارفين ان دي حاجة صعبة، بس كانت تشالنج بالنسبة لنا كلنا، يعني كل المنافسين كنا في بطولة العالم ورجعنا تاني على بطولة افريقيا. بدأنا الاول يوم بالسلاح، ما كنتش ماشي احسن حاجة قوي، بس في الاخر اكتشفت ان انا بقيت الاولى على افريقيا. كنت انا وهايدي احنا اتنين نفس السكور في السلاح في اول يوم. وبعدين حلو اكتشفت ان انا الاولى على افريقيا. ايوه انا كنت فعلا حاسه ان انا ماشيه وحش، وبعدين النتيجه انت اول مقرر. هاي اتفاجئت بقى يعني. طبعا مفاجاه حلوه. وبعدين اليوم اللي بعديها بدانا بالفروسيه. عملت فروسيه تحفه، انا بقى لي كذا مره كنتش بعمل فروسيه احسن حاجه، بس الحمد لله في البطوله دي عملت فروسيه تحفه كويس. وبعدين البونس راوند ما جبتش فيه اي لمسه، بس بعدين عوضت في السباحه، وعملت برضو في السباحه رقم يعني اعتقد جديد بالنسبه لي. وبعدين في الليزرون انا كنت طالعه تاني، بس كانت البنت الاولانيه من استراليا، فكان هي دي عادي اوكي، يعني ان انا هي مش هتعيقني في التاهيل في حاجه يعني. وكانت طالع بقى ورايا تالت رابع خامس من مصر عادي من افريقيا. بعد ال 600 الثالثه كنت انا، هو احنا بنجري 5 600 اكيد مش عارفين. 5 600 كل 600 يعني بنجري 600 متر، وبعد كده نضرب رمايه 600 متر رمايه 600 متر رمايه، فخمس مرات جري واربع مرات رمايه. فال 600 الثالثه الجري كانت بدات سلمى عبد المقصود تجيبني. المجموعه بتاعتي في الرمايه ما كانتش احسن حاجه، فهي طلعت قبلية، بس 600 الرابعه كلها هي قدامي، وانا عارفه ان هي اصلا بتضرب رمايه كويس ما شاء الله، فيعني ما كنتش لسه عارفه ايه البلان بتاعتي في نص السباق يعني. وبعدين في اخر رمايه انا دخلت، مثلا كانت هي وبنت استراليا ماشيين مع بعض، دخلت بعديهم الرينج الرمايه بحبه صغيرين قوي، بعد كده ضربت وخرجت اول واحده ما شاء الله. اتفاجئت بقى يعني عماله تتفاجئ طول البطوله. ما كنتش مصدقه نفسي، ما كنتش مصدقه نفسي ان انا طلعت اول واحده كامل رمايه، وفرق في فرق عادي كويس قوي، فجريت وجبت اول الحمد لله واتقلت من البيت. بقول لك لطيفه فكره ان انت عندك فرصه للتعويض، ان حاجه ممكن توزن حاجه ثانيه. طب احنا عايزين نتعرف عليكي اكتر، يعني عندك كام سنه، بتدرسي ايه، بدايتك مع الخماسي الحديث كانت امتى، وبطبيعه الحال برضو عايزين نعرف منك استعدادتي ازاي للبطوله الاخيره دي بطوله افريقيا، واقوى المنافسين فيها كانوا ايه. شوفي عايزه تبتدي من فين بقى. ماشي هبدا بنفسي اول. انا اسمي ملك خالد اسماعيل، عندي 18 سنه، لسه مخلصه ثانويه عامه، كانت سنة صعبة جدا عليا طبعا. جبت 84% وبالحافز 90. برافو. الحمد لله. فانا لسه بفكر ادخل كمبيوتر ساينس، بس لسه مش متاكده جامعه ايه بالظبط. بس واضح ان التفوق الرياضي ما اثرش على التفوق الدراسي في حالتك. الحمد لله، هو التفوق الرياضي ساعدني اساسا، انا في اخر جبت 90 يعني برضه. بس مالك فكره ثانويه عامه مع البطوله، انت بتقولي ان هي بطوله صعبه جدا وانت عارفه ان هي هتبدا من بدري، يعني فكره أنا اصلا كمان انت وافقتي ما بينهم. كان عندي بطوله بعد ما خلصت امتحانات باسبوعين بالظبط. اوكي. ودي جبت فيها اول الحمد لله، كانت بطوله العالم لمرحله اليوث تحت 19 سنه، هي دي اخر سن يعني اخر سنه انا اقدر العب في المرحله دي، كنت انا اكبر سن. فكانت بطولة مهمة بالنسبة لي، ولو طبعا انتوا عارفين الموضوع ده ان الخماسي فيه لعبة جديدة اللي هي الأوبستكلز، فهي الفروسية هتتشال واللعبة الجديدة تتحط، فدي كانت لسه أول بطولة ليا ان انا اشارك فيها باللعبة دي. كان فترة الامتحانات الناس كلها بتتمرن على اللعبة وانا ما كنتش بلحق اتمرن بالظبط، كنت بتمرن فعلا قليل جدا، كنت بحاول ان انا مثلا انزل على الأقل 3 أيام في الأسبوع اتمرن، والثلاث أيام التانيين بقعد أذاكر.
كان موضوع صعب جدا عليا. بس انت عرفتي توزني بين ده وده. وبعدين انا عايز برضو اقف معاك انا ومريم عند تفصيله ان انت بسم الله ما شاء الله 18 سنه ورايحه جايه من بطولات عالم وفي فلوس رايحه وميداليات راجعه وداخله دوره الالعاب الاولمبيه، فاصلا احساسك بدائي ايه؟ فخوره جدا، فخوره ومبسوطه جدا جدا يعني حقيقي. جميل. انجاز كبير الحمد لله. ومخططه لايه قدام بقى بعد كده؟ طبعا السيزن الجاي هيبقى سيزن صعب بالنسبه للكبار، هيبقى سيزن برده كله فيه تشالنجز، بس الاكتر ليه هيبقى اكسبيرينس. انا دلوقتي اتاهلت بس لازم برده اكمل ان انا افضل في المستوى اللي انا فيه وازود عليه، ان شاء الله اعمل حاجه كويسه في الاولمبياد بقى. طب هدفك ايه في اصلا اولمبياد باريس 2024؟ يمكن تشالنج كبيره قوي هتبقى صعبه جدا، انت بتتكلمي عن بطوله افريقيا ان هي كانت صعبه، اكيد الاولمبياد اصعب بكتير، هيبقى فيها تشالنجز اكبر، يعني هتستعدلها ازاي وبتطمحي لايه؟ يعني عايز تحققي ايه فيها؟ يعني انا مش عايزه اقول بطمح لميداليه، بس ممكن ابقى بطمح لميداليه عادي جدا، هي حاجه مش بعيده عليا عشان احنا في الخماسي، يعني عادي ممكن اي حاجه تحصل، مفيش حاجه ثابته يعني. كل شيء وارد، فبطمح لميداليه الحمد لله. واحنا كمان مستنيين منك الميداليه دي على فكره. طب بالمناسبه يعني على صعيد الرياضه دي تحديدا، ايه اقوى الدول فيها واحنا فين بالمقارنه بيهم؟ حقيقي مصر من اقوى الدول مؤخرا يعني. وبعدين بقى هي اوروبا فيها كذا بلد من هي برضو الاقويه، كوريا برضو قويه، بس اكتر حاجه يعني اللي فيها دول كتير قوي هي اوروبا، يعتبر معظم دول اوروبا بتلعب ومعظم دول اوروبا قويه برضو. لكن افريقيا وعربيا مصر هي اللي في الصداره. وعالميا برضو يعني لسه بطوله العالم في انجلترا مصر هي اللي كسبت الترتيب العام ما شاء الله بثلاثه ذهب وواحده برونز، فده كان برضو انجاز كبير لينا. طيب ملك، بما ان احنا بقى بنات زي بعض فاحنا عارفين انه دايما بنواجه تحديات كبيره في اي مجال. الرياضة تحديدا كنا بنشوف فيها طول الوقت ولاد رجالة، ولكن طبعا سيطرت بقى يعني الهيمنة النسائية مؤخرا بشكل كبير جدا، البنات بقوا يحققوا سكورز كبيرة جدا، بيحققوا بطولات. شايفة ازاي التحديات اللي بتواجهها اي بنت يعني، وهل التحديات دي بتبقى اكتر من اي شاب او اي راجل بيشارك في اي بطولة او اي يعني رياضة زي الرياضات اللي احنا بنشوفها عموما؟ يعني هو الصراحه ما فيش عنصريه او حاجه يعني. مش عنصريه، هي بتبقى تحدي، فكره ان هو اكيد في تحدي، ان حد بيفرق ما بينك وما بين ولد، بس هي فكره ان انت تحدي احنا بنشوفه لان احنا بيبقى عندنا التزامات اخرى، احنا عموما دايما بنبقى محصورين في منطقه معينه. مش احنا مش عنصريه، مش عنصريه على قد ما هي احنا اتعودنا عليها من زمان. يعني صراحه مش بشوف كده قوي، هو بيبقى كل المنافسين بنات. لكن طبعا هو يعني دول بره يعني بيبقى بالنسبه لهم موضوع مختلف، هو بالنسبه لهم الرياضه دي حياتهم بس، ما بيعملوش اي حاجه غير الرياضه، حتى لما بييجوا يدرسوا بيدرسوا عن الرياضه، بيعملوا كل حاجه كده. صراحه دي مش حاجه انا حاسه ان انا حباها، انا حاسه ان انا يبقى في مجالات كتير مفتوحه قدامي حاجه احسن. بس في الاخر هي برده مش اعاقه ان احنا كلنا بنبقى بنات بننافس بعض، ما بيبقاش فيها حاجه. هي طبعا تشالنج بالنسبه للولاد، وفي الاخر طبعا بيبقى الولاد اقوى مننا نوعا ما عشان احنا برده بنات بدنيا. بس يعني تبقى حاجه برضو حلوه. انت لما ابتديتي بالخماسي الحديث على طول، ولا كان ليكي مثلا بتلعبي رياضه تانية الاول بعد كده اكتشفتي او لقيتي نفسك؟ وانا صغيره خالص كنت بلعب سباحه وبيبي فيتنس. اوكي. وبعدين هو مدرب سباحه عرف اخويا على الخماسي، فماما دخلتني بقى فيه. وفي اول السباحه عرف اخويا على اخواتي على الخماسي. على الخماسي. 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 انا برضو قلت الجمله عرف اخويا على اخواتي، جديده دي يا ملك. اوكي، عرف اخويا على الخماسي. ماشي. فماما اتعرفت عليه ودخلتني بقى في الخماسي. فاول خماسي خالص واحنا صغيرين بنلعب جري وسباحه بس. اوكي. وبعدين واحده واحده بنلعب رمايه، وبعدين واحده واحده سلاح، وبعدين واحده واحده فروسيه. ففي الاول كنت بلعب جري وسباحه وسافرت كتير وانا صغيره، ودي حاجه شجعتني اكتر ان انا اكمل، حاجه يعني كانت بتديني تشجيع كتير يعني. اوكي. على المستوى الاسري بقى، يمكن دايما برضو بنبقى في تشالنج انه لازم تركزي في دراستك الاول وبعد كده نشوف موضوع الرياضه. مش دايما عائلات كتير بيبقى عندها المفهوم ده، ويبقى عندها فكره انه حد من عندها يبقى رياضي بس ما يكملش مثلا في تعليمه او حاجه. وانت تحديدا قلتي السنه دي كان عندك بطوله مهمه جدا هي بطوله افريقيا، وعلى الجانب الاخر كان عندك ثانويه عامه. كلمينا بقى عن الدور الاسري في حياتك، مين اكتر حد دعم ليكي؟ حد كان ممكن يعارض فكره ان انت تستمري في الرياضه، خاصه ان انت في فترة كريتيكال جدا من السنة الدراسية دي؟ صراحة ما فيش حد أبدا قدر إن هو يعوق إن أنا أكمل في الرياضة. كانت أكتر واحدة بتساعدني هي ماما، هي اللي بتظبط لي يعني، هي الإداري بتاعي. مديرة أعمالك.
هي اللي بتظبط لي مواعيد وهي اللي بتنزلني التمارين، يعني حتى مش بروح تمرين لوحدي، مش بسوق انا، يعني هي اللي بتوديني وهي اللي بترجعني وهي اللي بتظبط لي مواعيد الدروس، يعني كل حاجه هي اللي بتظبطها لي حقيقي. يعني تحياتنا ليها، اكيد هي بتتابع لقائنا، تحياتنا ليها شكرا يا ماما، ومشكوره على المجهودات الكبيره اللي بتفرحنا احنا في الاخر كمصريين، يعني مش بس هي كوالدتك، احنا كلنا فرحانين بيكي وبانجازاتك. طيب دوره العاب اولمبيه، فاحنا بنتكلم على حدث جلل في دنيا الرياضه، تمام، واكيد بطبيعه الحال بيحتاج برضو ايه استعدادات خاصه، فهتعملي ايه استعدادا لمشاركتك في الدوره الاولمبيه اللي جايه؟ ان شاء الله بس السيزون يخلص وهريح شويه الاول، اخد الاوف سيزون بتاعي وبعد كده ابدا السيزون الجديد بقى ان شاء الله. اكيد هيبقى فيه معسكرات وبطولات داخليه ولا خارجيه مالك، ولا من ده ومن ده؟ من ده ومن ده، اكيد لازم يبقى من ده ومن ده، وبطولات كتير اكتسب فيها خبرات عشان لازم يبقى عندي خبرات كتير وكده، وانا لسه صغيره فمش عندي خبرات الكافيه. بس يعني هي دي كل سعادات، والتمرين والتركيز وكل حاجه. طبعا هيبقى الرياضه بالنسبه لي اهم من الدراسه السنه دي، يعني ممكن ااجل مثلا الدراسه سنه او حاجه. هنا بقى مفيش حد من العيله هيعترض، متاكده على القرار ده؟ ممكن مثلا هو اخد مثلا شويه صغيرين، يعني اخد مثلا نص ترم بس في الترم كله، اوكي، او اخد مواد اقل او حاجه. عملتي يمكن الاصعب كمان فكره ثانويه عامه، وتجيبي فيه مجموع محترم برغم ان انت جايه من بطوله ورايحه بطوله، فاهمه ازاي؟ فمعنى كده ان انت واضح ان عندك القدره على الموازنه، بس انا قصرت في الرياضه شويه، ان انا مثلا ما كنت بتمرن كل يوم، كنت بتمرن 3 ايام في الاسبوع بس. اوكي، فانا ناويه ان انا مش هقصر في الرياضه، ان انا الرياضه بالنسبه لي السنه دي هي الاهم. ممكن اقصر في التعليم شويه، ودي حاجه وارده جدا وحاجه عادي، يعني مش هقصر فيه قوي، مش هرميه، بس هيبقى يعني الرياضه تنظمي الوقت ما بين الاثنين، سواء الرياضه والدراسه. بالظبط، ممكن تاخدي سمستر مثلا وتاجلي سمستر تاني، صح كده؟ طيب خليني اتكلم معاكي عن دور الاتحاد. طبعا الاتحاد الخماسي الحديث يمكن دايما بنتكلم ان هو الحقيقه اتحاد محترم جدا، بيقدم الدعم للاعيبته بشكل كبير جدا، هو من اوائل الاتحادات عندنا في مصر، ده يعني ان لم يكن هو الاول اكيد على مستوى الاتحادات المصريه. كلمينا اكتر عن دعم الاتحاد للخماسي الحديث، يعني يمكن ايه السبورت اللي هو بيديهولك، الجو او الانفايرمنت اللي بيوفرها لك علشان تحققي البطولات دي وعلشان كمان تتاهلي. يعني يمكن شفناكي انت عماله تقولي انا اتفاجئت، ولكن الحقيقه هم بيوفروا اكيد عدد كبير جدا من كل الدعم علشان توصلي اللي انت وصلتي له. هو حقيقي الاتحاد يعني ما شاء الله اتحاد تحفه برئاسه كابتن شريف عريان، وحقيقي كل اعضاء مجلس الاداره بيحبوني جدا، وكل اي حد بيشوفني بيقعد يشجعني ويقول لي ركزي وعيش وكده. هو بيوفروا لنا كل التمرين، يعني كل التمرين بنتمرنها مع المنتخب، اي حاجه بنكون محتاجينها الاتحاد بيوفرها لنا. فهو حقيقي الاتحاد يعني اي حاجه فعلا محتاجينها هو بيسبورت وبيعمل كل حاجه كويس قوي، وده بينعكس في صوره نجاحات انتوا بتحققوها وانجازات بتتحقق في كل البطولات اللي بتشاركوا فيها. حتى النوادي كمان كده، يعني انا تبع نادي المؤسسه العسكريه بالهايك ستيب، هما برضو هما يعني بعد ما خلصت البطوله وكذا حد من عندهم كلمني وبارك لي ودايما بيدعموني برضو كده. اوكي، هو في الخماسي الحديث في احتراف كده زي كره القدم، ولا الاوضاع فيه مختلفه؟ يعني مفيش حاجه زي كره القدم قوي، يعني اوكي. يعني الفكره نفسها مش وارده، يعني هو في احتراف بس مش زي كره القدم. يعني طب امال طبيعته ايه في الخماسي الحديث؟ يعني ايه نوع الاحتراف بالنسبه لك مثلا؟ يعني هل عندنا مثلا لعيبه مصريين بيمارسوا الرياضه دي او بيلعبوها مثلا لصالح انديه معينه في دول ثانيه غير مصر؟ لا، يعني الاحتراف مش حاصل في حالتنا. اوكي، طيب ملك خلينا نتكلم اكتر معاكي عن اي حاجه انت بتتابعيها تانيه، يعني بغض النظر بقى عن الخماسي الحديث، يمكن انت اكيد دي رياضه بتمارسيها فاكيد بتبقي مركزه فيها، صح. لو متابعه اي رياضه تانيه، متابعه ايه على المستوى المحلي او العالمي؟ يعني مثلا بطولات السلاح ببقى متابعاها عشان ساعات بشارك فيها فعارفه الناس اللي هناك وكده. برضو السباحه، يعني الالعاب اللي انا بلعبها، انا بلعب خماسي، في كل لعبه فرديه ببقى متابعاها برضو عشان انا ليا فيها شويه، يعني فبفهم فيها، فهقدر ان انا اتابعها واكون فاهمه. طيب لو هيكون ليكي مسج اخيره لاي حد في سنك ده، تدي ايه مسج بعد اللي انت وصلتي له ده؟ ان شاء الله اكيد هتوصلي لاكتر واكتر خلال السنوات اللي جايه، اكيد بنتمنى لك كل التوفيق لان انت الحمد لله حققتي حاجه في سن صغير جدا. ايه المسج اللي انت ممكن توجهيها لاي حد سواء في سنك او اصغر منك، ان هو يحقق البطولات دي اللي انت حققتيها ويكون ليه نفس يعني نفس اللين اللي انت مشيتي عليه؟ ان هي دي اكيد حاجه مش سهله، هي حاجه محتاجه اصرار ومحتاج مجهود كبير جدا ومحتاج وقت، مش تستعجل على نفسك او على نفسك او اي حاجه. وان شاء الله يعني حتى لو هو ما وصلش للي انا فيه بالظبط، ممكن يبقى هو وصل للخير اللي هو فيه. يعني كل واحد اكيد هيبقى كويس في الحاجه اللي هو المفروض يبقى كويس فيها. يعني
احنا يعني سعداء بيكي جدا يا ملك، نورتينا يا ملك بالانجازات اللي انت حققتيها برغم سنك الصغيره دي. واعملي حسابك احنا مستنيين منك على الاقل ميداليه اولمبيه واحده ان شاء الله بعد ما تشاركي في باريس 2024. كل التوفيق ليك يا رب. ميرسي، شكرا، نورتينا يا ملك. كده تكون خلصت فقرتنا الحواريه الاولى. فاصل ونرجع نكمل معاكم بقيه فقرتنا الحواريه.